الركن الذي دخل المباراة بقوة، فبعد مرور 4 دقائق وقع المتألق حديوش الهدف الأول برأسية باغتت حارس المحليين، فيما اعتمد عناصر شباب عين الفقرون على التسديد من بعيد لمباغتة الحارس محمد سيدريك الذي كان يقظا في جل تدخلاته. دفاع الفقرون عانى من ضغط الزوار في أكثر من مرة، رافقتها أجواء مشحونة مع كثرة الاحتجاجات على قرارات الحكم، كما تعرض حمزة بولمدايس لمقذوفة طائشة أصابته في الرأس. الفرص السانحة لشباب عين الفقرون أخفق في تجسيدها مبارقة لسوء حظه أحيانا ولبراعة سي محمد سيدريك أحيانا أخرى، لينتهي الشوط الأول بهدف لصفر لمصلحة شباب قسنطينة. في المرحلة الثانية أضاف شباب قسنطينة الهدف الثاني بتسديدة قوية من حمزة بولمدايس. الأجواء المشحونة التي جرت فيها المباراة تسببت فيما تشاهدون من صور مؤسفة جدا لا تشرف كرة القدم الجزائرية، ما أدى إلى توقيف المباراة عند الدقيقة 75 ولمدة 20 دقيقة كاملة. لتستأنف بعدها المباراة لكن دون تغيير في النتيجة.